أيضا راح ننتقل لمبادرة ساعة شباب لدعم الفنون، زي ما ذكرنا لكم دائما بتكون معانا لوحة فنية بالاستوديو بنستعرضها معاكم، نتكلم على أهم الإنجازات فيها، واليوم مشرفتنا اللوحة للفنانة. أكيد هاشتاج مبادرة ساعة شباب لدعم الفنون، لوحة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، لوحة جميلة جدا وفن يعني معاصر جيد. فيعني ايش الجميل رايك انت؟ في هذه اللوحة أنه اسم اللوحة بداية هو راحل بسلام، حجمها طبعا 50×70 سنتي للفنانة غدير علي الغامدي. ايش استخدمت في الاخ؟ الالوان طبيعتها جيده او نفس يعني أتوقع بروزها. أبعرف يعني إيش بالفعل إيش الفن تحديدا اللي استخدمته في هذه الرسمة. هو طبعا فن البورتريه، ولكن الالوان جدا جدا جميله. ملفتة صح؟ ذكرت انه الوان الاكريليك اللي استخدمتها كان مبتكر وايضا واقعي في نفس الوقت. خلينا نعرف اكثر عن هذه اللوحه، ايش رايكم؟ حتكون معنا الان على الهاتف غدير الغامدي الفنانه التشكيليه صاحبه هذه اللوحه. حياك الله يا غدير. حياكم الله، اهلا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيبه. الحمد لله ايش الفن تمام. هذا؟ ايش والله الابداع هذا هذا؟ جمال، الله بجمال عيونكم. الله يسعدك يا رب. يسعدك. اليوم طبعا عندنا لوحة من رسمك وإبداعك، لما نعرف بس نعرف الناس أكثر، كيف ميزتي هذا العمل وليش هذا العمل قريب لك وأسلوب الرسم؟ تحكينا عنه أكثر. هو عشان أنا جالسة أوري الناس إنه من جد إحنا يعني شعب واحد، وإنه الفنان الخليجي الراحل كان يعني أثر فيني ومننا وفينا. صحيح. وهي فكرة جديدة إنه بورتريه بهذا الأسلوب العشوائي، كان دمج للمدرسة الواقعية مع التقليدية. ممتاز. واو. طب جميل، ليش واضح غدير من تمازج الألوان في هذه اللوحة إنك استخدمتي أو اخترتي ألوان مفرحة في رسمة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وأيضا في الخلفية استخدمتي الألوان الرصاصية الغامقة، وين الفكرة هنا بالتحديد؟ الفكرة جات انه كيف راح اقدر ابين بين حزني عند رحيله، وفي نفس الوقت انه ترك اثر حلو في حياتي مليان بالالوان، والعكس بالعكس تناقضت الفرحة مع الحزن باللون الرصاصي في الخلفية زي ما تشوفي. جميل. حتى اتذكر كان في اجنبي سألني عن ليه لون الغترة كذا، يعني استغرب. ولما جلست اوضح له عجبت له كثير. غدير كنا حريصين جدا وجودك معنا على الهاتف وعلى الهواء في ساعة شباب، برغم يعني صغر سنك 18 سنة ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك في عمرك، وحققتي حاجة زي هذه جميلة. قد إيش في بالك قدام كمان تنجزي غدير، ولا على حسب الحالة اللي حتكون قدامك؟ لا أكيد العمر مو عائق طبعا، يعني وهذا شيء أفتخر فيه، يعني أصغر فنانة في أكثر مهرجانات يعني اللي شاركت فيها. حلو. بس أحس هذا يعني شيء إنه بداية، إنه حلو إنه أبدأ بداية انطلاقة لك يعني حتكون إن شاء الله. ان شاء الله. والفن دائما ابدا وابدا ما له عمر، مستحيل يبدا بعمر معين او ينتهي بعمر معين. شكرا لك الفنانه التشكيليه غدير الغامدي على هذه المداخله، وايضا على اللوحه الجميله اللي مشرفتنا اليوم في هاشتاج مبادره دعم الشباب، دعم الفنون في ساعه شباب تحديدا. السعرات الحرارية مسببة مشكلة، والكالوريز عاملة أزمة في البلد. الناس ما عارفة كيف تقلل الكالوريز، ياكلوا كل أنواع الشوكلتس بس يقول لك الكالوري والأكلة هذه عالية. طب حبيبي خفف، حنعرف بعد الفاصل إيش نسوي.